السلام عليكم، مزيانين بخير ان شاء الله. هذا الصباح غنطلعوا ان شاء الله لامرقو، واحد القلعه قصبه امرقو. هذه طريق كبيره ان شاء الله، هذه كتهود القريه، اللي كتهود القريه، وهذه كتطلع ل كتمشي للغفسايل تاولات يا مولاي بوشتاء. ان شاء الله غنطلعوا من هنا كاسة، ان شاء الله غنطلعوا لهي، غنمشيو لهي، طلعوا من الطريق ديك الجبل ان شاء الله. ديك الجبل راه دابا الخوت كنجيو من هاد الطريق، هادي كندخلو مع هادي مع الطاكسيات، كنجيو ما هنا ما هنا ان شاء الله. وغنمشيو مع ديك غنطلعو مع الطريق هادي ان شاء الله الى ديك الجبل قصبة مرقو. خوتي مرحبا بكم في هذا الفيديو الشيق والممتع. كنتواجدوا الان في منطقة السيد بوشتاء الخمر، ومتوجهين لاكبر واشهر المناطق السياحية بإقليم تاونات، هي قلعة أمرقو أو قصبة أمرقو. هذه أشهر مناطق السياحية بإقليم تاونات. الآن كنوريكم كيفاش نمشيو لهذا الجبل اللي كتواجد فيه هذه المعلمة التاريخية. صراحة قصبة أو قلعة روعة جات في راس الجبل. الطريق صعيبة شوية كما كتشوفوا، بقينا شي حاجة ونوصلوا لهذه القلعة. هذا الفيديو هذا غيكون مدخل وكيفاش نوصلوا، الطريق اللي وصلنا منه، وكيفاش طلعنا لهذه القصبة هذه، وهي قصبة مشهورة ومعروفة وغنية عن التاريخ، جات قرب السيد بوشتاء الخمار، وكذلك السد الوحدة، راه مشهورين ومعروفين في إقليم تاونات. وصلنا لهذه العين، صراحة الماء ديالها واعرين، شربنا غسلنا يدينا وتوضينا باش نرتاحوا من الطريق كما كتشوفوا. وشاركنا معكم الطريق كما هي، وغنشدوا الطريق وغنكملوا على رجلينا باش نوريكم الطريق والجبال. والصراحه المناطق هنا روعه، بغينا نوريكم كل شيء في هذا الطريق هذه وكيفاش نطلعوا لهذا الجبل هذا، ما نخليو حتى شي حاجه. واش نقول لكم الاخوان، هذا الشيء روعه والله، روعه والله، هذا الشيء والله تحفه، تستحق الانسان يجي يزورها، والله تستحق، هذا الشيء تحفه بالله، ما شاء الله. دابا هادشي باقي ما وصلناش للقصبة ديال امرقو، هادشي غير النواحي ديالها. والله شي ما شفتو العين، ما كيجري ماشي عا تما، راه الجبل مدور بالعيون تبارك الله، ما شاء الله دور بالعيون من جهة وبالسد من جهة، السد ديال الوحدة، الوادي يقول الوادي ورغة، ما شاء الله هادشي ما شاء الله. أجواء روعة، بغينا نكتشفوا مناطق ديال المغرب وخاصة المناطق الجبلية القروية، مكان صراحة روعة وشيق، ما بغينا نخليو حتى شي حاجة ما نصوروهاش. دينا لكم من شدنا التاكسي من السيد بوشتاء الخمار حتى لهنا، الناس ساكنة في هاد الدور هذا وساكنين في الجبال كما كتشوفوا، مكان صراحة روعة. بغينا غير نكتشفوا المناطق ديالنا الجبالة ونشوفوا الاثار السياحيه، خاصه هذه القلعه هذه متوجده في اقليم تاونات كما قلنا لكم في بدايه الفيديو. هي قلعه كترجع للمرابطين، قلعه هي اللي بقى هنايا عسكريه، والاثر ديالها صراحه ما شاء الله. هذا غيكون فيديو الجزء الاول، حيت ما بغيناش نلقيو فيديو في فيديو واحد ونبينوا كل شيء، بغينا نبينوا يعني داك الشيء بالاجزاء كيفاش نطلعوا، وباش يكون شويه ديال التشويق شويه ديال المغامره. لا اله الا الله، لا اله الا الله، هي تداوي حالي، سلمي ما ترى فاسر انصارا، على لها العباره فبني بالله. Yeah.
القلعة الإخوان. قال لك القلعة سبحان الله كتكون 12 ديال الأبراج، بحال 12 ديال الشهور هذا السنة، السنة الهجرية. دابا الإخوان حنا جينا من ديك الجامعة راه وتبعنا الطريق وخرجنا لهنا. دابا الإخوان فاتونا راه مشاو إن شاء الله، حنا غنجيو من وراهم. أنا بلي غنطلع على هاد الجبل وغن هاد الهضبة وغن صور لكم هادشي. هادشي راه جميل، هادشي يعني الإنسان اللي بغا يستمتع خصو يجيب يحدي نفسه لهنا. هادشي راه رائع والله. القصبة أمرقو كي ما وصلنا شي لنا. الطريق يجي لنا دور على ديك الديور، هو ذات الجامع، من الجامع تما أصلا الطريق داير على الجبل حتى حتى مريب وشتا. يلا سيدي تبعوا الرحلة ديالنا الى القصبة ديال المرابطين. الطريق هنا كتحد صافي، هنا كيبلاصيو تسحب السيارات ديالهم ثم كيتبعوا المشي على الاقدام، لان الطريق لو وصلت للجبل يعني كيبقى كيوقعوا كوارث، كيبقى اي واحد يطلع للجبال لي من ولا. لهذا الطريق حد هنا، ومن بعد يعني اللي عنده شي ركابي كيطلع في هذا ما تبقى. هادشي رائع والله. ان شاء الله نقربنا للقلعة. دابا هذا غيكون فيديو بوحده، وان شاء الله غنعدلو فيديو جديد، فيديو طويل بزاف. غنوصلو للقلعة، ديك الساعات غندورو في القلعة شي حاجة. هادشي رائع بما تحمله الكلمة. عييت الإخوان الله. يلا الخوت وصلنا دابا للقصبة، انتظروا الجزء الثاني غنبينوا فيه كل شيء. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، وانتظروا الجزء الثاني غيكون بعد هذا الفيديو.